السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء من كل مكان، حياكم الله. لقاءنا اليوم مع عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الأستاذ القدير صالح بن علي أنقدان، وحياك الله. حياكم الله وحيا الله متابعينك، الله يسلمك. أخوي صالح، ودي تعطينا نبذة تعريفية عن الفن التشكيلي وكذلك المعرض المتميز. حقيقة طبعا هذه صالة تشكيلية مزاريها الفضل والمنة، يمكن فيها أكثر من 60 أو 70 لوحة تشكيلية بعدة مدارس. يجد الحقيقة المشاهد جميع الأساليب الموجودة بالصالة، كل له طريقته مثلا في حقيقة الإعجاب بالأعمال الفنية، منها التجريبية والسريالية والوحشية، ومنها الواقعية البحتة، ومنها اللي هو التأثيرية أو يسمونها الانطباعية. أخوي صالح، الآن نشوف عندنا اللوحة، وش ترمز، وش يعني المقصد من هذه اللوحة الجميلة؟ اللوحة هذه طبعا عبارة عن صحراء اسمها العجاج، وطبعا تتميز المملكة العربية السعودية بالصيف بكثرة الحقيقة العواصف وكذا. فهذه بيئتنا، أصور فيها حقيقة البدو ورحلاتهم من مكان إلى مكان، وحقيقة تجسمهم عناء السفر والروح والجية وبسط الظروف الصعبة. الآن أخوي صالح، اللوحات تتعدد بالأشكال، ويليت تعطينا نبذة عن نوعية اللوحات وأساليب الرسم. طبعا تتعدد الأساليب كثيرة، منها طبعا أكثر من أسلوب، منها طبعا الأربع أساليب اللي هي متعارفة لدى الناس، اللي هي الواقعية والتجريدية والسريالية والانطباعية. طبعا الواقعية كل أغلب الناس أو أغلب العامة أو دهماء الناس يعرفون الواقعية يعني البحتة أو التسجيلية. طبعا إخفاهم التجريدية وإخفاهم السريالية. طبعا السريالية هي لوحة خيالية، يصعب على الإنسان أنه يعني يتخيل الأشياء، لأن تجد في اللوحة مثلا أشياء غامضة، أشياء غير معقولة، غير يعني لا تمت بالواقع بسبب فيها اللي هو التنقيطية أو الانطباعية، وهي تأثير اللون على العين، وتجي تنقيطية ما تشوفه من قريب، تشوفه من قريب يعني مجرد خطوط ونقاط. لما تبعد عن اللوحة تترابط الخطوط وتشكل طبعا اللي هو الكتلة المرادة اللي يريدها الفنان أن تصل له. في عندنا سكب الألوان، سكب الألوان يعني حتى الأطفال ممكن يسكبون اللون ويطلع ألوان جميلة ومتعددة. لا، أنا قبل 6 سنوات أنا حقيقة اخترت اللي هو سكب الألوان بطريقة خاصة، وهي سكب اللون وبعد ما تنشف اللوحة أحدد الأشكال اللي أنا أبيها، وصارت نوعا من حقيقة الأشياء اللي أنا أعتبرها، أنا أقول هذه تلقائية مدروسة، درست اللون ودرست الكتلة، فلذلك صار فيها تميز ولله الفضل منه. أخوي صالح، ولا لك أمر، لو تعطينا نبذة بداياتك واهتمامك بهالمجال والفن. بداياتي طبعا من 50 سنة تقريبا، كان الوالد له دور كبير طبعا، معلمي الأول كان ينقش على أبواب القديمة اللي هي ببل الخشب. تعرفنا على اللون من عمر 6 سنوات، الأحمر والأخضر والأصفر. صار الوالد الله يجعله جنة النعيم وكل مسلم ينقط لنا على مكان خطوط الباب، هذا أزرق، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا. فصار عند الواحد حب اللون. بعدها طبعا يوم أدركت فعلا وش معنى الفن التشكيلي وش معنى الرسم، صرت أشارك زملائي الفنانين في المملكة. أول معرض شاركت به عام 403 مع الفنانين وفنانين المملكة، كنت أنا بالرياض طبعا، وأعجبوا أعمالنا وصرت على طول انخرطت بهالمجال هذا ولله الفضل منه. طبعا أخذت دورة في عديد من الحقيقة الأساليب. أنا أخذت دورة عن الرسم المعماري،
ضوء الظل والحقيقة البعد والنسبة والتناسب وكل هالأشياء هذه والانعكاس على يد حقيقة مهندس معماري لمدة شهرين، وبعدها أنا يعني حقيقة تعلمت كيف يكون الضوء، كيف يكون الظل، كيف يكون نقاط التلاشي ومساره، وصار عندي خلفية جيدة. طبعاً أخذت أنا طبعاً بعثة في إيرلندا قبل 40 سنة تخصص حاسب آلي، وجلست 3 سنوات هناك، استفدت حقيقة من الفنانين الأوروبيين، دخلت معارض ومتاحف، وصار عندي حقيقة نقلة نوعية بالنسبة للفن التشكيلي. وطبعاً شاركت معارض دولية؟ إي نعم، في فرنسا وبريطانيا وأمريكا والهند والصين ودول مجلس التعاون، والعديد حقيقة من الدول العربية مثل مصر وسوريا. بارك الله بجهودك. ودي بس أبو علي، لو حد يبغى يقتبس من ما شاء الله خبرتك العريقة، وكيف يصل إليك، كيف يعني يتعلم من الأستاذ المتميز الراقي ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا على هذه الباجة الجميلة. لكن أنا أقول حقيقة طبعا أنا قمت أكثر من 18-19 دورة بالفن التشكيلي، كنت قبل كورونا نسويها لايف اللي على الطبيعة، وحقيقة صارت تصعب على بعد كورونا، تصعب على كثير من الناس، صرنا نسويها على الواتساب مجموعات، أحطهم مجموعة وأقدم لهم لمدة 3 أيام 4 أيام 7 أيام على حسب الدورة نفسها. فكنا حقيقة أصرف لهم شهادات معتمدة، طبعا أنا مدرب معتمد رسمي، ويستفيدون من الشهادة اللي أنا أقدمها لهم. وطريقة التواصل كيف يعني ممكن إضافة طريقة التواصل؟ طبعا رقمي اللي هو 0351-3255-8، ودائما قبل بداية الدورة أحطه على الانستغرام. الانستغرام صالح قيدان بدون سبيس بالإنجليزي، واضح جدا لأغلب الناس. ممكن حتى جوجل يكتب صالح قيدان يطلع له قناتي باليوتيوب، بالتويتر، بالسناب، كل الأشياء هذه ممكن يعني حقيقي يطلع عليها. سلامك الله، ودنا تطلعنا على جزء من أعمالك نتحف بها المشاهدين. سلام. هذه طبعا لوحة من المدرسة السريالية، أنا شاهدت بالتلفزيون حقيقة مرة من المرات بنية بيتها منهد، هي جاي من المدرسة. طبعا لما دخلوا اليهود على المدارس الأطفال البنات دروسها هنا رمتهن، لما شاهدت بيتها منهد ومن أثر القنابل وكذا. طبعا أهم شيء بالتعبير اللي هو العين، العين كأنه واقعية بحتة، وخليتها لأنه رمز الحزن بهالموضوع ذا. ومثل ما تشاهدون طبعا ركزت أكثر شيء على واقعية العين. طبعا هذه المدرسة السريالية والخيالية، مدرسة سلفادور دالي معروفة، حطيت فيها طبعا أنا شاركت في مهرجان الصقور، في سميتها الهداد، هداد الصقر، وهنا الطيور اللي موجودة، هنا شفافية الرجل الصقار على البحر، معناته لا يمكن بالواقع تكون يعني بالشكل هذا، لكن على أساس الفنان يخرجها من الواقعية إلى الخيال. هاي طبعا المدرسة التأثيرية، تأثير اللون على العين، تشوفون المآذن هذه لما يصير واحد قريب منها ما ينتبه للمآذن والقبب الموجودة، هذه الحرم المدني، هنا الأشخاص الموجودين في الساحة لا يمكن تصورهم إلا بعد ما حقيقة يشوف الواحد من بعيد من مكان بعيد. هي تأثير اللون على العين، تترابط الألوان والخطوط تشكل المآذن، القبة، الساحة الموجودة والأشخاص الموجودين، مجرد خطوط ونقاط. لكن بالتالي هنا رجل قريب من الساحة جالس ويشاهد المنظر هذا، فأعطته الحقيقة الأسلوب هذا يعني معروف من قبل أكثر من 200 سنة. هاي طبعا التلقائية، التلقائية معناتها سكب لون حقيقة ممكن أي شخص
سواء كبير سواء فنان سواء غير فنان يسكب اللون، لكن وش الفائدة من سكب اللون؟ مجرد لون أنت مالك حقيقة تسيطر عليه. أنا سميتها التلقائية المدروسة، بعد ما نسكب اللون نحدد الأشياء اللي نبغاها. زي ما تشوفون هذه مرة، هذا رجال اسمه الترابط، والخلفية برضو اشتغلت بالفرشة علشان أعطي نوع من حقيقة الجمال للعمل نفسه، وصارت الخلفية باينة وصارت شكله جميل ولون حقيقة لا يمكن بالنسبة للألوان الموجودة هنا لا يمكن أنه يضيف الواحد بالفرشة، لكن هنا في الخلفية تحديد المستوى، تحديد الأماكن اللي نبغاه، صارت تلقائية مدروسة، وصرت أنا خدمت اللي هو سقف اللون. هذه اللوحة طبعاً الواقعية، الواقعية يعني حقيقة معروفة لدى جميع الفئات، فيها واقعية من ناحية رسم الأشخاص والفناجيل والشاهي والطشت وكيف طريقة اسمه تعاون، طبعاً تعاون بين الزوج والزوجة، هو يسوي الشاهي والتقهوي وهي تغسل الجزار حقه، والأشعة مثل ما تشوفون ساقطة على البساط وساقطة على الأرضية، معطيتها نوع من الجمال. هذا طبعا المدرسة التأثيرية، تأثير اللون على العين، كل ما تقرب الأشياء تكون غير واضحة، لما يبعد الواحد طبعا اشتغلتها بالسكين، فيها ملامس وشيء جميل حقيقي الحمد لله، يعني وفقت في هذا الموضوع ذا، رسمت أكثر من عمل من ضمنها هذا برضو نفس التكنيك، وهذا برضو نفس التكنيك، فيعني أعطانا شيء والله الفضل منه، يعني شيء مريح للنظر. الفنان طبعا ما هو محصور بموضوع معين حقيقة، لأن الفنان حر وممكن يرسم أي شيء. طبعا ما عندنا منطقتنا بحر، لكن لما أروح للشرقية ولما أروح لحقيقة الغربية نجد البحر والصيادين وكيف يشتغلون بالبحر وطريقة السماء وطريقة الأمواج وكذا. طبعا الفنان له القدر الحمد لله والشكر بالعلم، لأنه موهبة من الله عز وجل. طبعا هاللوحة هذه قدمتها حقيقة كدورة في الواتساب، وطبعا اللوحة خليط من الواقعية والسريالية كما تشاهدون، كانت مرسومة على قماش فيها بيت أجدادي، أشياء حقيقة دقيقة جدا، منها اللي فتحة الباب، سجاد الصلاة من الخصاف اللي هو سعف النخل، السجادة العادية، الصندوق، المخدة، هذه اللي هو حقيقة السفرة وفيها غداء، وهذا ماكينة الخياط، وفيه الترانزستور الروادو القديمة، هنا الدرجة اللي ترجع ترجع للسطح، هنا زير، هنا باب يسمونه الصهروج، عزكم الله اللي هو الحمام قديما يسمونه الصهروج. وهذا تلاحظون الفرشة وطريقة عمل اللي هو الصفطات والأشياء الموجودة في الصاط لتعطي واقعية حقيقة. هنا علمهم كيف بالنسبة للبيوت الطين والإضاءة الموجودة والحقيقة الشقوق الموجودة بالجدار، مثل ما تشاهدون هنا الدراج اللي كانت قديمة موجودة، هنا الدراج، هنا المكان حبس يسمونه يرقى عليه الطفل عشان يرقى للدرجة، أنه ما يستطيع أنه يرقى إلا بمعاونة. أنا سعيد بتشريف أخوي إبراهيم محمد العميل، المصور الرائع جدا، وله متابعينه ولهم حق حقيقي يتابعونه، لأنه فعلا رجل نشيط ويحب الفن ويحب كل شيء جديد. فشكرا لكم لحقيقة، حنا أقول أنتم استضفتونا، ما احنا استضفناكم، هذا محلكم، وجزاكم الله خير، وشاكر ومقدر جدا لمجهودك يا أبو صالح. تحية طيبة لك والمتابعين الأعزاء، وشكرا لتواجدكم معنا وطيب المتابعة، نستودعكم الله إلى أن نلتقي بكم في مقاطع أخرى بأمان الله.